اسرائيل اش فيها؟ فيها خط زرق الفوق وخط زرق لتحت ونجمه سداسيه الوسط. اشنو هو الخط الزرق اللي الفوق؟ النيل، والخط الزرق لتحت الفرات. وهذه عقائدهم وهذه افكارهم. حيت مذكور هذا الشيء في التوراه، قال لكم اي حاجه مذكوره في التوراه خصها تكون ملككم. واش فراسك ان حاخام في الكنيست قدم مشروع قانون ان يكون القمر ضمن ممتلكات اسرائيل لان القمر مذكور في التوراه؟ واش هادشي ما تصدقوش؟ ولكن راه كاين، هذا قمه الحمق والجنون. قال لك لان القمر ذكر في التوراه، كل ارض ذكرت في التوراه فهي ارض لاسرائيل. قال لك خاص الخريطه ديال اسرائيل يتزاد لها القمر، وخاص حتى واحد ما يمشي للقمر تمشي له اسرائيل. ولهذا الخط الزرق الاول النيل خط الزرق. ولكن هذه مرحله عجزت عنها اسرائيل، صدمت اسرائيل، من تراجع عنها هو اسرائيل، لان اسرائيل كتبني الجدار، بناء الجدار. وهنا نرجع لكتاب ضخم ورائع سميته جدار العزل العنصري ابراهيم ابو الهيجة، وهو فلسطيني ومقاوم ومنظر ومجاهد ومعتقل سابق، ماشي انسان بعيد عن القضيه. ابراهيم ابو الهيجة جدار الفصل العنصري، قال لما بنت اسرائيل الجذور هي انسحبت وراء الجذور وابتعدت عن الفلسطينيين واصبحت تراقب موعد المعابر. شكون اللي غيبدا المرحله الثانيه؟ ماشي انا، غيبدا شمعون بيريز. وفي كتابه الذي ادعو لقراءته الشرق الاوسط الجديد، لما قال خصنا نتخلاو على اسرائيل الكبرى الجغرافيه ونديروا اسرائيل الكبرى الاقتصاديه، وبشر سنه 1994 وهو نائب رئيس وزراء الهالك، شيخه واستاذه وقدوته اسحاق رابين ووزير خارجيته ونائب رئيسه في الحزب وفي التكتل، شمعون بيريز بشر بان 60 مليار دولار انتاج علمي معرفي لاسرائيل مقابل 35 مليار دولار في العالم العربي ذاك الوقت. قال هذه هي اسرائيل الكبرى. اذا فكره اسرائيل الكبرى كانت ماشي خرافه، كانت وتبنات عليها، تبنى عليها النشيد الوطني الاسرائيلي، النشيد الوطني الاسرائيلي فيه من النيل الى الفرات، وتبنات عليها الرايه، وتبنات عليها مخططات. احد المراجع الكتاب ديال اللواء الركن محمود شي تخطى. والمفهوم الثاني جابوا شمعون بيريز وحطوا في الكتاب ديالو مفهوم الشرق الاوسط الجديد. ولكن دابا كلا المشروعين في تراجع. لماذا؟ لان اسرائيل تواجه اليوم بصحوه فلسطينيه وعربيه واسلاميه من نوع اخر.